ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، ودلوقتي مع الفقرة الطبية. طبعا كتير مننا ما بيهتمش بشرب المية، بالرغم من ان المية دي بتساعد على انقاص الوزن بشكل كبير جدا، وده يمكن كتير مننا ما يعرفوش، وهو ما يطلق عليه الرجيم المائي لانقاص الوزن. طيب ازاي ده ممكن يحصل؟ وهل النظام ده متاح لكل الاشخاص ولا لا؟ ده كله هنعرفه اكتر مع ضيفتي اللي مشرفاني منوراني في الاستوديو، دكتور دينا ابو السعود، المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز. اهلا يا دندون. حبيبه قلبي. الميه دي حاجه مهمه يا دندون. طبعا صح كده؟ طبعا. والله احنا كنا لسه قبل ما ندخل الحقيقه وكنا بنتناقش انا والدكتور دينا في الموضوع ده بجد. اتكلمنا عن الميه وايه نوع الميه اللي نشربه، صح؟ ساقعه، سخنه، فتره. فاحنا بقى عايزين بجد يعني تحط لنا بقى السبوت او الضوء على فكره نوع الميه اللي ممكن نشربه، وفعلا الميه السخنه بتختلف، الميه الساقعه بتحرق اكتر. قول لنا بقى القصه دي ايه. بصي يا عظيمه، هي فعلا الميه اساس كل حاجه حيه. كل خليه من خلايا جسمنا محتاجه ميه. كويس. يمكن اكتر من 60-70% من جسم الانسان عباره عن ميه. فلازم ان احنا نشرب ميه يوميا، سواء ساقعه سواء فتره سواء يعني، بس ما تبقاش سخنه قوي. اكيد. الميه مهمه قوي قوي لكل العمليات الحيويه في الجسم. مهمه لو هتكلم على انقاص الوزن فهي مهمه جدا لكذا حاجه. اول حاجه، لو شربت ميه قبل ما اكل الوجبه بتاعتي وشربت ميه بقدر كبير هتملى معدتي، فاوريدي مش هلاقي حيز ان انا اكل اكتر، هي اوريدي بتملى المعده وبتسد الشهيه. دي حاجه. تاني حاجه، الميه بتظبط لي جدا عمليه الهضم. وبتظبط لي جدا لو حد ممسك، يعني اللي عنده امساك لازم طول الوقت يشرب ميه. فانا سوائل في جسمه. سوائل في جسمه. الامساك برضو لو قعدت فتره عندي امساك مزمن بتخن. الميه بتساعد على ازاله الفضلات والسموم من الجسم. الميه بتساعد على تحريك الدهون. فلو انا ما شربتش ميه بالقدر الكافي، انا بقول على الاقل 2 لتر في اليوم، ده اقل حاجه 10 اكواب ميه. لو ما شربتش الميه بالقدر الكافي هتتراكم السموم في جسمي والفضلات، الكلى هتتعب، الكلى مهمه جدا لازاله السموم والفضلات. مهم ليها الميه طبعا. طبعا. النظر هيتعب، مش هلاقي عندي طاقه، لان الطاقه اساسها الميه، سرعه التمثيل الغذائي اساسه الميه. لو هتكلم طبعا كمان الميه بتعمل على تحفيز حرق السعرات الحراريه، فانت عندك الميه اساس كبير لانقاص الوزن. لو هتكلم سخنه ولا ساقعه، في دراسات يعني اثبتت ان الميه الساقعه بتحرق الدهون اكتر، بتحرق السعرات الحراريه اكتر، بس انا برجع اقول مش سخنه، فتره. ان نشرب الميه ايا كانت، فتره ساقعه نشربها. أوكي. وهي اللي بتظبط حراره جسم الانسان كمان. فانت عندك فوائد كتيره جدا 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 للميه، وبرجع اقول الميه اساس كل حاجه حيه، وما ينفعش ان انا في الشتاء انسى الميه يا عظيم. ما ده مهم. احنا فعلا في الشتاء عشان يمكن ما بنعملش مجهود يوصلنا ان احنا نعرق، فنفقد كميه ميه. خلي بالك العرق ده فقد السموم. طبعا، ما هو بيطلع، ما انت لازم تشرب عشان تعرق وتعمل مجهود عشان تطلع. صح. تتخلص. صح. من اكبر نسبه من السموم، يا اما بالبول يا اما من الفضلات، من التعرق أو من التعرق، ده كله ازاله السموم من الجسم. فلازم اشرب ميه عشان ازيل السموم، اظبط عمليه الهضم، اخس، اظبط حرق الدهون، كل الحاجات دي اساسها الميه. طب هل الناس اللي بتمشي على النظام المائي ممكن يبقى مفيد ليهم، ولا هي اجسام واجسام مثلا؟ بصي، هو لازم، انا بقول موضوع الدايت مفيش حاجه اسمها افضل اليوم كله اشرب ميه. لا، خلي بالك لو الميه زادت قوي ده مش حلو. الميه زادت مش كويس. انت كده بتقللي لي الصوديوم. انا لو الصوديوم عندي قل هيحصل خفقان في القلب. فانا بقول الميه بتتشرب على الاقل 2-3 لتر في اليوم. فالنظام المائي ان انا من الصبح بالليل اشرب ميه كتير، فانا بقلل الصوديوم كلورايد عندي. فلازم اشرب الميه بالقدر الكافي وباعتدال. كويس. ولازم لما امشي على دايت مفيش حاجه اسمها احرم نفسي من الاكل، في حاجه اسمها اكل اكل صحي. في بروتين، في نشويات بطريقه قليله، في الياف، ومش قادره اكبح شهيتي بستخدم منتجات مرخصه من وزاره الصحه المصريه بتعمل على سد شهيتي. ده اللي انا اعرفه، وحاجه تبقى امنه وصحيه، وان انا اخس بدون اي اعراض جانبيه يعني.
قبل ما نتكلم على منتجات الامانه الصحيه اللي هي كلنا بنبقى مرتاحين نفسيا واحنا بناخدها، بيسالوني في الكنترول بيقولوا لي طب بالنسبه للمشروبات هل ممكن تحل المشروبات الدافيه واحنا دلوقتي في الشتاء مثلا الخفيفه زي اليانسون الشمر النعناع الحاجات الخفيفه مش السوائل الثقيله تحل محل الميه وتعد مني انها دي سوائل في جسمي ولا لا غنى عن الميه؟ لا انا شايفه ان لا غنى طبعا عن الميه، لا الميه حاجه ثانيه، لا غنى عن الميه، مهم الميه يا اولاد حتى لو خدتوا سوائل ثانيه مشروبات ما بتعدش، هي بتعوض شويه لكن بس مش بديل للميه، ما فيش حاجه في العالم بديل عن الميه. طيب ندخل بقى في نتكلم عن المنتجات الامنه اللي احنا شايفين ان هي ايه، حاجات ما بتلعبش على المخ، حاجات كلنا ممكن ناخدها في الاكل بتاعنا، حاجات ممكن تكون مفتقدينها بس محتاجين داعم داعم كويس يساعد بعض الناس اللي هي ما عندهاش كنترول على كميات الاكل اللي بتاكلها. كميات الاكل فقول لنا بقى هتكلمينا عن ايه المنتج اللي هنتكلم عنه النهارده؟ هنتكلم عن مش منتج واحد، هنتكلم عن كورس كامل اسمه كورس بيستا من انتاج شركه باي ناتشرالز اللي طبعا هي الوكيل الحصري لهذا الكورس. ارقام الشركه ظاهره على الشاشه لطلب المنتجات يعني. تمام. لو هتكلم على اول منتج انا هتكلم على بيستا طبعا. انا شايفه الكورس قدامي كله من بيستا، من الب مالتي فيت، من الجرين كوفي. طيب لو هتكلم على بيستا، بيستا ايه فايدته لإنقاص الوزن؟ أولا بيستا مرخص من وزارة الصحة المصرية. ثانيا أن بيستا عبارة عن ألياف، فالألياف بتقدر تاخد حيز كبير في المعدة. طبعا بيستا هو أكياس بعصير التفاح، طعمه تفاح أخضر، بيتحط على كوباية مية كبيرة عشان المية تمتص الألياف اللي فيه وتنفش وتاخد حيز في المعدة. فلما باجي آكل ما باكلش كل الكمية اللي أنا باكلها، بلاقي نفسي باكل ربعها وشبعت. من أهم الألياف اللي داخل بيستا أول حاجة هتكلم عن ردة الشوفان. الشوفان مهم جدا طبعاً. جدا لإنقاص الوزن، وخلي بالك الشوفان خداع. ناس تقول لك أنا باخده بخس وانا باخده بتخن. ليه؟ لان الناس الكميات هنا مهمه، الكميات والحاجات اللي بخلطها بالشوفان ايه. أوكي. ما ينفعش ان انا اخلط على الشوفان موس كتير قوي، مكسرات كتير. المكسرات طبعا صحيه جدا او فواكه مجففه زي المشمشيه والقرصه. لا الفواكه المجففه دي سكر يعني، والزبيب والحاجات دي والفواكه المجففه دي عباره عن سكر. لا الفواكه لما اجي اخدها بتبقى الفواكه الفريش الطبيعيه بالظبط. فما ينفعش ان انا اخلط الشوفان بالحاجات دي كلها واقول ان انا هخس. لا لكن الشوفان اللي موجود داخل بيستا مش مخلوط بالكلام ده. أوكي. عندي كمان داخل بيستا ردة القمح. ردة القمح مهمة جدا لعملية الهضم. وردة القمح بتاخد فترة طويلة انها تتهضم كويس، فبقعد فترة انا مش حاسة ان انا جعانة. ردة القمح، الشوفان، وقشور السليم. طيب ايه اللي داخل كمان منتج بيستا اللي بيقدر يساعد على انقاص الوزن؟ ممكن اقول الكروميوم. كويس. الكروميوم الكروميوم مهم جدا لانه بيساعد على حرق الدهون. كويس. بيساعد على تظبيط معدل السكر في الدم. فدي حاجه مهمه قوي. ان يعني الكروميوم ده لو الناس عندها مشاكل في الغده تقدر انتوا داعمينه بحاجه تساعدهم، بالذات الناس اللي عندها مشاكل في الغده مثلا في الحرق. المكملات الغذائيه هي فقط عامل مساعد وليس علاج. وبرجع اقول مفيش حاجه عامل اسمها مساعد. ما احنا بنقول عامل فيتامين او مكملات غذائيه. لا غنى عن الدكاتره وقت الامراض، لا غنى عن روشته الدكتور، دي رقم واحد. اكيد لمريض الغده بياخد علاج الغده بس احنا بنقول بقى بالنسبه للكورس بتاعنا هو لا في داعم ليهم، هو ما بيتعرضش بس بيساعد. ومريض السكر لا يتعرض لان هو بيظبط لي مستوى السكر في الدم وبيظبط مستوى الكوليسترول في الدم. عندي كمان داخل منتج بيستا او ساشيت بيستا فيتامين سي. ففيتامين سي مهم جدا لعمليه حرق الدهون. كلمينا عنه بقى شويه. فيتامين سي فوائده بقى يا دينا عموما مش عموماً. بس عشان التخصيص فيتامين سي يعني انا بتكلم على مناعه رقم واحد، بتكلم على مضاد اكسده رقم اثنين، بتكلم على نضاره البشره رقم ثلاثه، بتكلم على اعاده امتصاص الحديد فبحاول ان انا اقي نفسي من الانيميا كويس. ده رقم أربعة. بتكلم على إنتاج أو تعزيز إنتاج الكولاجين اللي بينقص معانا كلنا بعد سن 25. هو ده فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا. هيقولي إيه الأكلات اللي موجودة؟ طبعا احنا الحاجات السترس، الليمون، البرتقال، الطماطم، الجوافة، الكيوي، كل الحاجات دي. بس احنا بيبقى صعب ان احنا كل يوم نعرف ناخد فيتامين سي من الاكل. فلازم اعوضه ببيستا والب مالتي فيت اللي داخله فيتامين سي. طيب بالنسبه بقى لو هنتكلم على باقي الكورس، احنا حاطين مع باقي الكورس هنا
مالتي فيتامين. كلمينا بقى عنه، واحنا ليه ضروري ناخد المالتي فيتامين اللي هو مع اي، سواء احنا في الحياه عموما من غير ما نخس او عايزين نخس. المالتي فيتامين زي قلب مالتي فيت انا بعتبره من احسن وافضل المكملات الغذائيه، لانه دخله 13 فيتامين ومعدن. كويس. المهم وانا بخس اخد معاه، اخد مالتي فيتامين، لان انا لما باخد بيستا انا بقلل جدا الاكل بتاعي، فاوريدي بقلل الفيتامينات والمعادن، فلازم اعوض والاقي بديل من الفيتامينات والمعادن. فبقول على طول ان الب مالتي فيت البديل الرائع. ليه الب مالتي فيت؟ لان الب مالتي فيت دخله فيتامين سي، دخله فيتامين اي، مضاد اكسده، من اهم الفيتامينات اللي موجوده داخل الب مالتي فيت، عائله فيتامين ب المركبه كلها يا عظيم جميعها. جم دي ممتازه طبعا، لان في ناس ما بتحبش الحقن الحقيقه، وبتبقى نفسها تاخد عن طريق التابلتس او الاقراص حاجه فيها كل مجموعه فيتامين بي. بالظبط. وبصراحه هو الحقيقه تفوق على نفسه في الجزئيه دي. بالظبط. وعايزه اقول ان فيتامين بي مهم قوي لدعم التمثيل الغذائي. كويس. فما دام بقول تمثيل غذائي يعني انا بقول حرق عالي، وداخل الب مالتي فيت طبعا الكالسيوم، وما بخافش من نسبه الكالسيوم، لان نسبه الكالسيوم اللي فيه مش كبيره تخوفني ان انا امشي على الب مالتي فيت فتره طويله. وداخله اكيد الزنك، واحنا عارفين الزنك مهم لكل العمليات الحيويه والجسم، مهم للمعده، حمض المعده بيحب الزنك جدا يا عظيم. وطول الوقت اقول لازم اهتم بجهاز الهضمي، جهاز الهضمي فيه مشكله يبقى مناعتي بايظه، يبقى على طول بقول المعده اساس كل حاجه. فلازم اهتم بجهاز الهضمي، الزنك مهم جدا للجهاز الهضمي، ومهم لكل العمليات الحيويه في الجسم، ومهم لصحه شعري وبشرتي. كويس جدا. طيب كلمينا بقى انه فكرة ان الشخص يخس ويخس بشكل طبيعي، انا دلوقتي هاخد بيستا، قولنا بقى نمشي يومنا ازاي، يعني ناخده امتى ونعمل ايه يعني قولنا كده اللي هيبدا مع بيستا. طبعا عارفه ان في فريق طبي وهنتكلم عن الجزئيه دي، بس لما نخلص ان احنا ناخده قبل الاكل مثلا بقد ايه الحاجات دي. هو بيستا بيتاخد قبل الوجبات الرئيسيه بنص ساعه، الب مالتي فيت بيتاخد بعد الفطار او بعد الغداء بساعه، لكن كل حاله يا عظيمه غير الثانيه، كل كيس غير الثانيه، فالفريق الطبي هو اللي بيقدر يتابع الحاله، لان ممكن ست غير راجل، الاوفر ويت قد ايه، يعني لو انا اوفر ويت ب 30 40 كيلو هاخد كورس غير الاوفر ويت ب 5 6 كيلو. تمام. فيقدروا يتكلموا عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه ويعرفوا الكورس المناسب لكل حاله. احنا معانا دلوقتي اهو حالات ما شاء الله جايبينها لنا بعد وقبل، على الرغم لسه بقول لك كنت بحكي معاكي بقول لك ان في الحاله تشوفيها قبل تحسي انها مش مليانه، اول ما تشوفيها بعد تحسي ان كان فعلا هو في زياده طبعًا في وزنه. طبعا طبعا صح كده. وبصي دلوقتي كمان السمنه يا عظيمه ما بقتش مقتصره، كنا بنقول كبار السن عشان ما بيتحركوش، لا بقت شباب واطفال، عندنا في العمله شباب. فطبعا القبل والبعد لا فرق شاسع، وشركه بايناتشرال على الحقيقه عملت نجاح كبير. طبعا هنا الصوره واضحه باينه جدا جدا جدا, جدا, جدا خالص. بتعرف بقى البنت تلبس، تعرف يبقى عندها ثقه بنفسها، وتعرف ان هي تعيش بصحه. ممكن الشباب الصغير بيبقى اوفر ويت بس لسه ما بقاش عرضه لامراض مزمنه، لكن لو سبت نفسي بالتخن ده كله بعد فتره شور ممكن اتعرض لضغط وسكر ومشاكل في العظم ومشاكل كتيره جدا. فلازم نعرف ان السمنه مش بس كمان الشكل الجمالي، لا الصحه، صحه اهم من الشكل اعتقد بالنسبه لي كمان. اكيد طبعا. طيب خلينا ناخد حاله اسراء ونشوف تجربتها مع بيستا، ونرجع مع حضرتك ونستكمل مع دكتور ديما سؤالين مهمين قوي. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اسمي اسراء محمد ممدوح، سني 20 سنه، كنت 95 وبقيت 50. قبل ما اخس كنت بعاني من نفسي قصير، ما كنتش بقدر اتنفس كويس، اللبس كان عندي فيه مشكله، ضربات قلبي كانت سريعه، ما كنتش بعرف اتحرك، ما كنتش بحرم نفسي من اي اكل، كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليله. احساسي بعد ما خسيت احساس جميل جدا، بعرف البس براحتي وبعرف اكل اللي انا عايزاه واتحرك، وجسمي بقى خفيف جدا. انصح اي حد جسمه مليان ان هو يتابع مع بيستا، موضوع سهل جدا. ورجعنا لحضراتكم مره تانية. دلوقتي دندونه بيقول لي في الكنترول ايه؟ طيب دلوقتي في شباب معانا في الكنترول بيقول لك احنا بنشرب المواد اللي هي المشروبات الغازيه، او الشاي او الكافيين، القهوه، الحاجات دي بكتره، الناس بتسهر وعلى حسب طبيعه شغل كل واحد فيهم.
يقول له ايه ما تاخدش الحاجات دي وانت بتعمل دايت او مع الكورس بتاع الدايت. هل ده فعلا ضروري مهم؟ بصي يا بيتعارض معاه؟ لو هتكلم على الكافيين بشكل عام الكافيين بيساعد على الحرق، لكن كسرته يعني ما ينفعش ان انا اقول ان الجرين كوفي او الجرين تي او القهوه او النسكافيه اخده بالخمس ست مرات واقول ده هيخسسني. فهمت. ده بيدخلني في حاجه اسمها كافيين توكسيستي. ان لو كافيين زياده ما فيش حاجه اسمها اخد خمس ست اكواب قهوه في اليوم واقول ان ده انا مش هتكلم عن نفسي يا جماعه. والله العظيم فكرتيني انا قبل ما ادخل معاكي شربت القهوه وكنت الصبح شاربه نسكافيه، فالموضوع ده مأزمني. لان ده بيوتر، بيخلي الواحد نيرفز مع الوقت. تخيلي وبعد فتره لو فضل الواحد ماشي على ده هيخش في كافيين توكسيستي، او الولاد هيسيبوا البيت ويمشوا، لان انا تقريبا بيحصل لي حاله النيرفز دي بعد ما برجع. الطاقه برضو مشروبات الناس الطاقة. اللي بتاخدها عماله على بطال. بلاش يا شباب لو سمحتوا، بلاش نقلل الموضوع ده بالاعتدال. بس هو ده الصح. لكن طبعا الجرين كوفي زي ما هي مع كورس لما بيتاخد منه واحده في اليوم اوكي حلو. يعني عامل دلوقتي القهوه الخضراء مع الكورس بتاعنا، مع الكورس ده بيزود عمليه الحرق كويس قوي. بالظبط بس طيب. ما بيتاخدش عمال على بطال، ده اللي قصدي عليه. طب احنا نشرب القهوه الجرين كوفي دي امتى مع الكورس؟ بتبقى بقى على حسب الحالات برضه، على حسب مره الحالات او اتنين؟ لا هو بيبقى بعد الاكل ما فيش مشكله. هو الفريق الطبي هو اللي بيقول واحده او كويس. اثنين. كلمينا بقى عن فكره الفريق الطبي انه بيتابع الحالات وكده. بصي عظيمه الحقيقه شركه باي ناتشرال عامله فريق طبي كامل لمتابعه الحالات كل اسبوع بالمجان، ودي حاجه كويسه جدا. طب الحمد لله. وبرجع اقول كل بني ادم غير التاني. ايوه. وكل طبيعه جسم بتحرق بسرعه، وفي طبيعه جسم ما بتحرقش بسرعه. بالظبط. اوكي. ازاي اقدر احصل على الكورس، او ازاي اقدر اتواصل مع شركه باي ناتشرال، او ازاي اقدر اتواصل مع الفريق الطبي من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه او صفحه الفيسبوك اللي هي بايو بيستا. طيب هنسال سؤال اخير بالنسبه للاعمار، من بدايه عمر قد ايه ممكن نتعامل مع بيستا؟ من بدايه 13 سنه ما عنديش سن البلوغ يعني. من سن البلوغ ما فيش اي مشكله، لغايه كبار السن واصحاب الامراض المزمنه ما فيش اي مشكله ان هم يتعاملوا. ناخد بقى قبل الفطار يا دينا ولا الفطار بنفطر وناخده ونقفل معانا بقى لحد فتره الغداء؟ لو حد بيصحى من النوم بيفطر بقى حاجات كتير قوي قوي، فطبعا بنصح كمان ياخده قبل الفطار وقبل الغداء. لو حد بياخد فطار صاحي بيضايه مسلوقه خاص بتاع مش محتاج ان هو ياخده. تمام. فهو كل واحد بيقول في الفريق الطبي هو بياكل ايه، بيصحى بياكل ايه قبل ما ينام. حياته كمان عامله ازاي؟ وخلي بالك احنا في الشتاء بالليل بيجوعنا يا عظيمه. فاللي بيجوع قوي بالليل لازم اسد شهيته، لازم اخد اسد شهيته. دينا لازم اسد شهيته، مش عايزه يتكلم خالص. نسد الشهيه المهم والله. اصل موضوع بالليل وطول الوقت احنا قاعدين، احنا في الشتاء بيبقى عندنا بيات شتوي، صح؟ ما بنتحركش كويس عشان جسمنا محتاج طاقه، فالواحد بيحس انه بردان. فانا قاعده في البيت بعمل ايه؟ بفتح الثلاجه اسخن بقى الغداء، شويه شوربه، اكل بطاطايه مشويه، ايوه، اعمل شوربه شعريه باللبن. طيب دي كلها حاجات، كل الحاجات دي وبعدين انام. طب بس احنا مع بيستا مفيش حرمان، احنا بنقلل نسبه الاكل بالدخول، صح كده؟ بالظبط. اكيد انا يعني ما بقولش الناس ما تاكلش، لكن ناكل باعتدال. اكيد لازم اقلل السكريات اللي باكلها كويس، يعني عشان برضو يعني ما ينفعش ان انا افضل من الصبح بالليل اكل في حلويات. يعني في ناس تقول لك ايه، انا ما اكلتش حاجه طول اليوم بس اكلت حلويات. الحلويات دي برضو مشكله. عايزين نقول لهم بقى ان الفكره دي برضو خاطئه يا دين. طبعا حلويات كتير، يعني انا بزود مقاومه الانسولين، يعني قصص كبيره جدا احنا في غنى عنها. ناخد الحلويات بس مش لازم مثلا طبق البسبوسه خلاص وما اخد حته قد كده ويبقى انا كده حاجه تديني بس الاحساس بالسكر. وعلى طول بقول الامهات ياخدوا بالهم من عيالهم كميه الحلويات اللي بياخدوها كتير، مش اي حاجه كده. لا لازم مفيش حاجه اسمها ما بقدرش اقوله لا، لازم تقولي لا عشان لما يكبر او تكبر ببنيان قوي بتمثيل غذائي عالي. هو عشان ما يجيش في سن البلوغ يضرب. بالظبط. لانه اللي انا يعني عرفته ان الطفل بيفضل يخزن 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 وانت مش شايفاه، وفجاه تلاقيه ضرب. بالظبط بالظبط. وده بيحصل مع حالات كتير جدا. فبيبقى الاساس من التغذيه من البدايه. صح. طب دي حاجه حلوه. نحصل على الكورس طبعا بيوصل لكل المحافظات. كلمينا عن احنا عندنا مندوبين في كل محافظات مصر. هنقدر نتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه او عن طريق صفحه بايوبيستا على الفيسبوك.
طيب هي نصيحه بقى سريعه للي عايزين يشربوا مشروبات ساخنه زينا كده بس مش تقيله. لا ممكن ناخد حاجه غير الجرين كوفي او الشاي الاخضر. الشاي الاخضر رائع. طيب حلو بعد الغداء تفضل بعد الغداء مره. بعد الغداء حلو جدا. الشاي الاخضر ساعه 5 كده انتي اوكسيدنت من الدرجه الاولى. هايل. طيب حلو جدا. بس مش هات شوكليت بقى لا يعني ماشي. ما قالوش هات شوكليت وبنقول ان احنا بنخس لان بشوف في الشتاء كتير هات شوكليتس. لا يعني الشاي الاخضر حلو. القرفة حلوه بس ما يبقاش الحلبه يا جماعه الحلبه الحصى. احنا ممكن بقى نتكلم على الحلبه دي بقى. لا الحلبه دي اللي يعرف فوائدها ما تحرقيهاش عشان نتكلم عنها في موضوع تاني. الله حبيبتي. حبيبتي يا دينا سعيده بوجودك معايا. اسمحوا لي طبعا اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده دكتور دينا ابو سعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز. نورتيني وشرفتيني. حبيبتي. وبشكر حضراتكم طبعا يعني مشاهدينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي. بحبكم جدا وتحيه وحب وتقدير لحضراتكم. واسمحوا لنا من هنا لحلقه جديده نتمنى من الله ولا يكتر على الله. أشوفكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة وسلام عليكم.